أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من حصة إنفست. موضوعنا اليوم هو القطاع البناء. يعتبر قطاع البناء من القطاعات الحيوية في الاقتصاد، وهو المحرك الأساسي للتنمية. تولي الدولة الجزائرية أهمية قصوى لهذا القطاع من خلال إنجاز مشاريع سكنية ضخمة بمختلف أنواعها، كما يساهم الخواص في ترقية هذا القطاع خلال مشاريع ترقوية نوعية بتقنيات عصرية. وكذلك وكما نعلم أن قطاع البناء يتداخل فيه العديد من القطاعات، من بينها القطاعات الفرعية من خلال شركات الدهان. ولهذا الموضوع وإثرائه نتعرف من خلال السيد حاتم حمدي، وهو المدير العام لشركة جوتون الجزائرية. أهلا وسهلا بك السيد حاتم. أهلا وسهلا بك. أنتم دخلتم السوق الجزائري منذ 2011، كيف وجدتم سوق الدهانات بالجزائر؟ أولا أشكرك على الاستضافة الجميلة. جوتون الجزائر موجودة من 2011، ورؤيتنا للسوق الجزائري هو سوق واعد جدا على مستوى القطاعات المعمارية والصناعية والبحرية، وهذا ما شجعنا ان احنا يبقى عندنا الرغبة والتوجه ان احنا نقيم مصنع في جوتن، يكون جوتن الجزائر موجود في دولة الجزائر، وده اللي احنا ابتدينا بيه في 2022. وهذا اظن في منطقة تيزي وزو. هذا في منطقة تيزي وزو بالضبط. استاذ السيد حاتم، هل يمكن ان نعلم ان نعرف حجم الاستثمار الذي دخلتم به السوق الجزائري؟ تمام. خليني الاول برضو انتهز الفرصة ان انا اعرف بشركة جوتن. شركة جوتن هي شركة نرويجية أسست في 1926، يعني أنا قريب الآن من 100 عام، وكانت مقرها ساندفيورد. توجهنا للعالمية من الستينات، بدأنا نخرج للأسواق الخارجية كشركة جوتن، وهي متخصصة في 4 قطاعات من الدهانات، مش فقط دهانات البناء. احنا متخصصين ونعتبر صاحب أكبر حصة سوقية على مستوى العالم في الدهانات البحرية، دهانات السفن اللي تخص السفن. عندنا الدهانات الصناعية، وهذا قطاع مهم يخص قطاع الطاقة، قطاع البنية التحتية، يخص قطاع البتروكيماويات والأويل أند جاز. عندنا قطاع الدهانات الديكورية أو الدهانات الإنشائية، وهي ما تخص مواد البناء اللي احنا بنتكلم عنه اليوم. وعندنا دهانات الباودر أو الإلكتروستاتيك. فهم 4 قطاعات متواجدين في أكثر من 100 دولة. احنا هنا طبعا منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والاستثمار موجود في أكثر من 40 دولة. عندنا مصانع، عندنا أكثر من 7 مخابر دولية على مستوى العالم، وفخورون أن احنا بنضيف لهذه المجموعة في جوتن من العام الماضي، من تحديدا في 2022، فخورون أن احنا ضفنا مصنع في الجزائر لجوتن باستثمار يتعدى 100 مليار سنتيم. وإحنا نتشرف بهذا حضوركم وتواجدكم في السوق الجزائرية اليوم. هل يمكن أن تكلمنا على إنشاء المصنع وكل ما يعني كل ما يضمه من كاستثمار، كقيمة مالية وعدد العمال والقيمة الإنتاجية؟ إحنا المصنع معمول بتكنولوجيا ألمانية، ماكينات ألمانية. بنستهدف عمالة، احنا حاليا العمالة في شركة جوتن في حدود 70 عامل مباشر داخل الشركة، وعندنا اكتر من 200 عمالة مباشرة غير مباشرة موجودة خارج الشركة. الاستهداف بتاعنا ان احنا نبقى العمالة المباشرة في المستقبل القريب نبقى اكتر من 100 مباشرة، وبنهدف لان احنا بنخلق فرص عمل في السوق دهانات حتى في الخارج، عن طريق الموزعين، عن طريق المسؤولين المبيعات، عن طريق المحاسبين اللي في المعارض التي تخص جوتن. فبنستهدف أكثر من 1000 عمالة غير مباشرة من العمالة الجزائرية على مستوى القطر الجزائري في السنوات القليلة القادمة إن شاء الله. هل هناك برنامج مسطر؟ بالضبط، في هناك برنامج. يعني على سبيل المثال، نحن الآن عندنا أكثر من 35 معرض أو شوروم موجودين في الجزائر، ومستهدفنا
على نهاية عام 2023 إن احنا نقترب من ضعف هذا الرقم بإذن الله إن شاء الله. وموزع عبر كل التراب الوطني بالضبط مظبوط. احنا بنتكلم على جميع الولايات، احنا عندنا في الغرب، عندنا في الشرق، عندنا في الجزائر العاصمة، عندنا في الجنوب. يمكن آخر معرض تشرفنا إن احنا افتتحناه هو كان في وادي سوف، في المنطقة وادي سوف. فاحنا المستهدف بتاعنا ان احنا يبقى موجود عندنا شورومز تغطي كامل التراب الوطني من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب. هل يمكن ان نعرف اليوم مستوى اسعار او حتى تقريبا للمنتوج جوتون؟ شركة جوتون هي شركة عالمية. يمكن اقول لحضرتك ان احنا فخورون ان احنا اطول 20 مبنى على مستوى العالم، اطول 20 ناطحة سحاب. جوتون تفخر ان هي دهنت اكتر من 14 مبنى منهم. فجوتون بالمخابر، بالمصانع، بالتكنولوجيا بتاعتها بتدور على حاجة واحدة وهي الجودة. فاحنا بنخاطب المستهلك الذي يبحث عن الجودة بسعر مناسب لهذه الجودة. ما بنحط شريحة سعرية معينة، احنا اللي بيدور على الجودة بيلاقيها في جوتون ان شاء الله. ولما بنيجي بنتكلم على المستهلك ليس مستهلك نهائي فقط، عندنا مهندسين، عندنا الدهانين او الصبيغة، عندنا الاسر، عندنا رب المنزل وربة المنزل اللي بيجوا. فكل دولة بالنسبة لنا مستهدفين، طالما بيحوسوا على جودة أو طالما بيدوروا على جودة هيلاقوها في جوتون بأسعار منافسة إن شاء الله. يعني أستاذ حمدي، المنتوج جوتون لا يقتصر فقط على، ربما لأنه منتوج ذات نوعية، لا يقتصر فقط على المساكن أو البنايات الضخمة، يعني في متناول الجميع، في متناول كل المستهلكين، في متناول المستهلكين اللي بيدوروا طبعا على جودة محترمة، جودة مناسبة ليهم. أو طبعا لأن احنا عندنا شرائح من المنتوجات، مش كلها، ما عندناش منتوج بسعر واحد، عندنا كذا مستوى من الأسعار لتناسب كل فئة بتدور عليها. عندنا برضو منتوجات متخصصة، وشركة جوتون من الحاجات اللي دايما بندور عليها ان احنا نطور منتوجاتنا ونطور الخدمات بتاعتنا. فلو حضرتك، لو اي حد تشرف وان هو دخل الشوروم لجوتون داخل الجزائر، ممكن عن طريق الويب سايت هيلاقي العنوان، ولو دخل اي شوروم هيلاقي شروم معمولة بطريقة مختلفة، فيها فن في إبراز الألوان، كل عام بنطلع مودة ألوان مختلفة، كل عام بنطلع منتوج جديد. يمكن آخر منتوج احنا فخورين به وإن شاء الله هيبقى لينا الشرف إن احنا نطلقه في هذا العام في الجزائر، منتوج يحافظ على صحة العامل، صحة الدهان، منتوج مناسب للأطفال والحوامل بتكنولوجيا محافظة جدا على البيئة. فدي الحاجة اللي دايما احنا بندور عليها. أستاذ حاتم، اليوم كيف تميز منتوج جوتون للمستهلك؟ أنا نتكلم على المستهلك البسيط، كيف يميز بين المستهلك، بين المنتوج جوتون والمنتوج الآخر؟ احنا لما بنيجي بنتكلم على المنتوجات في البناء، في الشقق وال يعني الابارتمنتس، لما نيجي بنتكلم عنها نتكلم على حاجات بسيطة. أول حاجة دقة الألوان. كتير بتقابل المستهلك النهائي مشكلة ان هو يختار لون بيبقى مبسوط بهذا اللون، يجي يطبقه في الدار عنده يلاقي اللون مختلف. جوتون هي اللي اخترعت مكنة التلوين في 1975، وعلشان كده متميزين بقوة الالوان ودقة الالوان. اللون اللي هتشوفه في الشروم هو اللي هتراه ان شاء الله موجود عندنا. تاني حاجة بنسميها الديورابيليتي او الاستمرارية. احنا المنتوج عندنا بيقعد سنين طويلة، قابلية الغسيل، عندنا منتوجات بأعلى قابلية غسيل على مستوى العالم. المنتوج اللي انا بكلم حضرتك عنه اللي هنطلقه هو يحمل أعلى قابلية غسيل. الملمس، عندنا تنوع في الألوان. المنتوجات المتخصصة، احنا عندنا منتوج متخصص للمطابخ والحمامات بنسميه فينوماستيك هايجين، هذا اسهل للتنظيف، أسهل للتنظيف ومضاد لأنواع عديدة من الفطريات والبكتيريا. فهو منتوج صحي، عشان كده سميناه هيجين، هو منتوج صحي. فكل فئة بتبحث عن منتوج موجود. هذا على نطاق المنتوجات الداخلية. عندنا المنتوجات الخارجية دهانات بتستمر لمدة 10 أعوام بدون ما يتغير اللون. عندنا دهانات قابلية الغسيل فيها عالية، عندنا دهانات
مضادة للشروخ. فكل مكان للوضع المناسب. يمكن بتختلف برضو الدهانات على حسب الطبيعة، بمعنى طبيعة في منطقة الخليج طبيعة صحراوية لها منتوجات بطريقة معينة، وفخورون ان احنا لو حبينا نتكلم على مثلا نتكلم على الابرز المعالم الموجودة في دبي زي برج خليفة، برج العرب، الثمان السادات التي تم لعب كاس العالم في قطر، فخورون ان احنا دهناهم، فخورون ان مسجد الجزائر جامع الجزائر تم دهانه بواسطة جوتن، ملعب نيلسون مانديلا تم دهانه بواسطة جوتن. كل منطقة بيبقى ليها شيء مختلف. المنطقة الساحلية اللي فيها رطوبة عالية وقريبة من البحر بتحتاج نوع دهانات مختلف، المنطقة التي فيها أمطار كتير تحتاج نوع دهان مختلف، المنطقة اللي فيها الشمس مثل الجنوب عندنا نوع دهانات مختلف ليه. يعني بتراعوا كل العوامل الطبيعية لتمييز، وهذا اللي يميز منتوجكم على غرار المنتوج مع الحفاظ على استمرارية دقة الألوان واستمرارية المنتوج لفترات طويلة. أستاذ حاتم، هل هناك مراكز تكوين للدهانين للحفاظ على جودة منتوجكم؟ بالضبط، احنا عندنا أكاديمية لتدريب الدهانين موجودة، وده شيء احنا بنهتم به لان احنا بنعتبر ان الدهان هو شريك اساسي في عملية الدهان، وبما اننا بنقدم منتوج بجودة عالية يهمنا ان يتم تطبيقه باحترافية عالية، وبالتالي عندنا مراكز تكوين على اعلى مستوى، بنعمل دورات تدريبية من ثلاث مستويات مختلفة، مستوى ابتدائي، مستوى متوسط، مستوى متطور يجوز عليه الدهان، وبعدها نعطيه الشهادة. يمكن اقول لحضرتك احنا عندنا اكتر من 1000 دهان بيتعاملوا معنا في الجزائر، وعندنا في دول اخرى وصلنا ل 20,000 دهان، وده اللي احنا بنستهدفه هنا، ان احنا نكون مراكز تكوين مش بس حتى في الجزائر العاصمة، يبقى عندنا مركز تكوين موجود في الغرب، مركز تكوين في الشرق، مركز تكوين في الجنوب، مركز تكوين في الجزائر، وبنضيف لخبرات الدهانين دولت بالتعليم والتدريب اللي احنا بندربه. أستاذ حاتم، فكرتوا في طريقة انه تدمجوا التكوين من شركة جوتن الى مراكز التكوين الموجودة حاليا في الجزائر اللي تشرف عليها الدولة الجزائرية كخبرات إضافية؟ بالضبط، خلينا اقول لحضرتك زي ما تكلمنا من قبل، هو مش بس الدهانين، احنا كمان بنتكلم على مهندسين الديكور ومهندسين المعمار. احنا بنبتدي مع الشركاء اللي معانا كبروفيشنالز او المحترفين اللي بيشتغلوا معانا في مجال الدهان، بنبتدي معاهم من الجامعه. احنا عندنا برامج مستهدفه ان احنا ندي دورات تدريبيه عن نظريات الالوان وعن الدهانات لطلبه الجامعه اللي قريب ان هم يتخرجوا من كليات الفنون التطبيقيه او الهندسه المعماريه او الهندسه المدنيه، فدي احنا بنحاول ان احنا نضيف بيها. الشيء الاخر ان احنا بصدد بعد ما يبقى عندنا المصنع والإنتاج مستقر وننمو بصورة قوية، إن احنا نتواصل مع مراكز تكوين إن احنا نشارك في هذه العملية. جوتن عندها سلوجن دايما بنحطه، بنقول جوتن protects property، أو جوتن تحمي الممتلكات. جوتن بتحب إن هي لما تدخل أي سوق أنها تضيف وتحمي الممتلكات المعمارية اللي فيه، وتحمي الممتلكات الفكرية والممتلكات البشرية. فاحنا بنحاول دايما التطوير، احنا ده دايما هدفنا. عشان كده يمكن ابتديت مع حضرتك ان احنا عندنا 7 معامل تطوير على مستوى العالم. معمل الرئيسي موجود في النرويج، مبنى كبير، في اكتر عندنا من 1000 بيشتغلوا في معامل التطوير كلها في 7. مهمتنا دايما ان احنا نطور نفسنا ونحاول نساهم في تطوير الشركاء ونساعدهم، نبقى استشاريين معهم في موضوع الدهانات. أنا أريد أن نرجع إلى نقطة مهمة، هو انخراط أو التواصل مع المهندسين الديكور والمعماريين. هل بطريقة أنه هما اللي يتوجهوا إلى جوتن من خلال تجربتكم ومعرفتكم للقطاع البناء ككل كمساعدين أو كاستشاريين، أم أنتوا تتوجهوا للجامعات لاقتناء على الأقل النجباء من هذه الفئة؟ هي عملية متبادلة بتحصل من الطرفين، بمعنى في ناس مهندسين بيجوا بنتقابل معهم ونقعد، واحنا بنفس الوقت بنذهب
للمؤتمرات والمنتديات والفعاليات اللي بيكونوا موجودين فيها علشان نتكلم معهم. يمكن انتهز الفرصة أقول أن معرض باتيماتكس اللي مقام في الجزائر معرض دولي حاليا في طبعاته 25 احنا شاركنا فيه هذا العام عشان نستقطب ونبقى موجودين نستقطب المهندسين والدهانين والمستهلك النهائي نحن نعرفهم بجوتن نتواصل معهم بعض المعرض بصورة أكثر تفصيلا. فإحنا بنروح للمعارض والمنتديات التي لها علاقة بمواد البناء ولها علاقة بالمهندسين وبنبتدي زي ما قلنا من الجامعة وإن إحنا بنبتدي معهم في المراحل المبكرة وفي نفس الوقت كاين إن في ناس بتجيلنا فإحنا بنرحب بيهم وبننظم لهم. أستاذ حاتم باستثناء السوق الجزائري هل تقيمون تصدروا المنتوج جوتا إلى الأسواق الخارجية وما هي الدول المستهدفة؟ زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا اكتر من تواجد في اكتر من 100 دولة. عدد المصانع اللي موجودة في جوتن هي قريبة من الـ40 عبر الجزائر عبر انتاجكم من الجزائر عبر انتاجنا من الجزائر ما زال لسه ما صدرناش حاليا. عندنا خطط واضحة للتصدير في المستقبل القريب بس احنا دايما لما بنحل مصنع في اي سوق او اي دولة بيهمنا دايما ان احنا نضيف او نزيد قيمة مضافة للسوق الجزائري الأول وبعد كده ننتقل إلى دول الجوار. عندنا خطط مستهدفة لدول الجوار مثل تونس مالي تشاد موريتانيا طبعا ده على بالنا ممكن أن هي تبقى في المستقبل دول أوروبية بحكم الموقع الجغرافي للجزائر. بس يعني اللي أقدر أشارك به أن كطاقة إنتاجية موجودة في المصنع تسمح لنا أن احنا إن شاء الله نكفي السوق الجزائري ونتوسع للأسواق الخارجية إن شاء الله. إن شاء الله. هل السوق الجزائرية مغرية اليوم في رأيك لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات؟ المستهلك الجزائري هو عنده ذوق وعنده تيست جميل فده احنا بنعتبره طالما عنده تيست وجودنا عندها جودة عالية فبيحصل التوافق ما بينهم. الجزائر دولة كجغرافيا وكعدد سكان قريب من 45 مليون وكطبيعة شعب مثل الشعوب العربية والدول العربية وإحنا كان عندنا تجارب كثيرة ناجحة إحنا متفائلين جدا أن السوق الجزائري هو سوق واحد ومغري فعلا. وخلينا أضيف حاجة. تفضل. إحنا يمكن بنتكلم كثير على مواد البناء بس جوتن مستهدفة هنا السوق الواعد القوي ألسو. خلينا نتكلم ان الجزائر هي دولة بترولية ودولة عندها غاز وجوتن من اقوى الشركات على مستوى الدهانات الصناعية التي بتغطي قطاع البتروكيماويات وقطاع الطاقة وقطاع البترول وقطاع الغاز ولنا باع طويل مع شركات عديدة. يمكن كان لي شرف امس ان انا احضر ندوة مع السيد وزير التجارة وترقية الصادرات وكان بيتحدث عن مساهمات في تطوير الأسطول الجزائري كما قلت لحضرتك من قبل أن شركة جوتن هي صاحب أكبر حصة سوقية بأعلى كواليتي أو من أعلى الجودة العالمية اللي موجودة في الدهانات البحرية فدي سوق برضو احنا بنستهدفه. يعني حتى هذا الـ القطاع يمكن أن يخلق عدد كبير من اليد العاملة لأن خلينا نقول أن اليد العاملة هنا هي يد الحرفية ومراكز التكوين اللي بيستخدموا في الدهانات الصناعية ودي بتحتاجوا تدريب قوي عندنا فاحنا بندربهم. أستاذ حاتم أنا بودي أن أرجع إلى نقطة أساسية تثير فضولي نوعا ما كيف يتم انتقاء المنتوج جوتن لتأقلمها لكل المناطق حسب تضاريسها وحسب الطبيعة؟ شركة جوتن كأي شركة عالمية احنا لما بندخل سوق بنعمل له دراسات عن مستهلكين دراسات عن الجو الطبيعة الجغرافية كل هذه العوامل بتضع في الحسبان بالإضافة لأن كل دول بتشترك مع بعض في عوامل جغرافية مشابهة. فخلينا لو جينا اتكلمنا على منطقة دول اسكندنافيا اللي أصلها النرويج اللي موجود فيها جوتن عندها طبيعة معينة طبيعة أمطار طبيعة ثلج وثلج وبرد بالضبط والدهانات اللي فيها يمكن بيوت كتيرة بتتعمل بالخشب فعندنا قوة في الدهانات هناك التي تناسب هذه الطبيعة. منطقة الخليج لها طبيعة خاصة منطقة آسيا والهند فيها أمطار فيها الجو الاستوائي في بعض الدول
احنا المعامل مخصصة ومنتشرة علشان تطور في كل منطقة على حدة. احنا جوتن عندنا ثلاث اهداف استراتيجية، من ضمنهم شيء بنسميه differentiated approach، او بمعنى نهج مختلف لكل سوق. فاحنا بنعامل كل سوق وكل منطقة على حدة كأنها شركة منفصلة. لو بنتكلم على الجزائر، الجزائر ما شاء الله فيها جميع الفصول، ودي حاجة فيها الأمطار، فيها الجو، فيها المناطق اللي فيها بينزل فيها الثلج، وفيها المناطق الشديدة الحرارة في الجنوب. فإحنا عندنا المنتوجات اللي تناسب السوق الجزائري في كله، لأن إحنا عندنا وجود في الخليج، عندنا وجود في المناطق اللي فيها الثلج، عندنا وجود اللي فيها المناطق الاستوائية واللي فيها الأمطار. أستاذ حاتم، هل عندكم مخابر في كل المصانع الإنتاجية؟ عندكم مخابر إنه تواكبون التطور للمنتوج؟ في بعض المصانع عندنا مخابر محلية، وفي بعض المناطق عندنا مخابر إقليمية تغطي بقية الدول. بس عندنا اللي ده موجود في كل المصانع، عندنا إدارة جودة أو مخبر جودة لنضمن إن مفيش منتوج يخرج من المصنع إلا وتم عن طريق مراقبة الجودة بالمعايير النرويجية اللي احنا ماشيين بيها. علشان كده منتوج مصنع في النرويج أو في الجزائر أو في الإمارات أو في أسبانيا هو نفسه لازم يطلع بنفس الجودة والمعايير الستاندرد اللي احنا بنتكلم عليها، طبعا بالخواص اللي تناسب الخواص التي تناسب كل دولة. بتاعتنا، لأن احنا مثلا من الحاجات المهمة جدا في جوتن إن احنا منتوجاتنا صديقة للبيئة، فلازم نضمن مثل مثلا شيء بسيط ممكن نتكلم عليه اللي هو الفي او سي او المواد المتطايره. احنا من اقل المنتوجات اللي في العالم اللي فيها المواد المتطايره، فده لازم نحرص عليه انه يبقى موجود في كل الدول. رجوعا على المخابر، احنا عندنا المخبر الاقليمي موجود في دبي، وعندنا مخبر العالمي موجود في النرويج، فهم الاثنين بيغطوا ممكن يغطوا عندنا المناطق. عندنا مخابر موجودة طبعا في منطقة آسيا، عندنا مخبر في أمريكا، عندنا مخبر والجزائر. أنتوا ناويين يعني أنه يكون عندكم مخبر خاص بالمصنع في تيزي وزو؟ احنا عندنا حاليا مخبر جودة على أعلى المعايير العالمية وبتكنولوجيا ألمانية زي ما قلنا، وموافق للستاندرد العالمي بتاعنا والستاندرد في شركة جوتن. بالنسبة لمخبر التطوير والأبحاث، أعتقد في الخطط المستقبل القريب لا يوجد كتطوير وأبحاث إن احنا نطلع منتجات جديدة، يعني ما فيش حاجة محددة حاليا، بس ممكن في المستقبل يعني إن شاء الله. عندكم مشاريع أخرى لفتح مصانع في غير منطقة في الجزائر؟ أكيد. احنا يمكن زي ما قلنا احنا ابتدينا ب 2011، ما كانش عندنا مصنع. ابتدينا من 2017 في البحث عن مصنع، يمكن حصل بعض التباطؤ شوية، يعني ظروف خارجية، ظروف العالم، كوفيد، كل الحاجات دي. بس أكيد احنا عندنا خطط ان المصنع إن شاء الله في المستقبل ان شاء الله يبقى عندنا مصانع أكثر وطاقة انتاجية أكثر، طالما في استيعاب لهذه الطاقة إن شاء الله والجزائر ترحب. أستاذ حاتم، انت زرت الجزائر؟ مناطق الجزائرية؟ كان لي الشرف أن أنا أزور بعض المناطق الجزائرية. أنا رحت وادي سوف مثل ما قلت لحضرتك، رحت سطيف، رحت برج بعريج، طبعا كل الولايات القريبة زي تيبازا، قليعة، الحاجات المحيطة بالجزائر العاصمة كان لي الشرف أن أنا أزورها. والأسبوع القادم إن شاء الله. وش رأيك في هذه المناطق التي زرتها؟ بتقولوا بالجزائري شابة ولا شباب؟ شابة كلها. يعني بصراحة الانطباع الذي يدوم معايا في الجزائر إن هي دولة جميلة جدا. وانت أهلا وسهلا، أنت في بيتك الثاني طبعا. أهلا وسهلا فيك سيد حاتم حمدي. أعزائي المشاهدين، هكذا ينتهي عددنا اليوم، وموعدنا في الأسبوع المقبل إن شاء الله. تبقوا على خير.